السلام عليكم. احنا دابا في الاخر ديال 2022، احنا في اخر شهر من 2022، يعني 2022 الله يعاون. 2023 كنتسناو فيها مجموعه من التليفونات اللي غادي يدخلوا للسوق المغربي، تليفونات اللي انا صراحه كنتظرهم وكنتمنى انهم يجيو باثمنه اللي تكون ناقصه على السنه اللي فاتت. التليفونات اللي كنتظر واللي كنظن بزاف منكم كينتظرهم ينزلوا للسوق المغربي من جوج ديال الشركات، من ريلمي، لا سيري ديال ريلمي 10، ريلمي 10، ريلمي 10 برو وريلمي 10 برو بلس، ولا سيري المشهوره ديال ريدمي او ديال شاومي، ريدمي نوت 12، ريدمي نوت 12، ريدمي نوت 12 برو وريدمي نوت 12 برو بلس. نشوفوا المواصفات ديال ريلمي لا سيري ريلمي 10 كي دايرين، وندوزو لريدمي نوت 12 لا سيري ديال ريدمي نوت 12. بالنسبه لا سيري ديال ريلمي 10، اول حاجه الديزاين ديالها، ثلاثه ديال التليفونات سواء ريلمي 10 او لا ريلمي 10 برو او لا ريلمي 10 برو بلس كيجيو بنفس التصميم، وجاوا بالتصميم اللي مختلف على العام اللي فات. ريلمي 10 اللي اول حاجه عجبتني فيه هو انهم حطوا فيه شاشه سوبر اموليد بمعدل تحديث 90 هرتز، والدقه ديالها فول اتش دي بطبيعه الحال. بالنسبه للمعالج اللي تحط في هذا التليفون، هذا ريلمي 10 حطوا فيه معالج من الميديا تيك اللي هو الهيليو جي 99، واللي كنظن غادي نشوفوه في بزاف ديال التليفونات في 2023. عقلوا على هذه الهضره هذه. ثالث حاجه اساسيه اللي هي البطاريه، التليفون هذا كيجينا ببطاريه 5000 ملي امبير السعه المعروفه، وكيجينا بنفس الشحن السريع اللي شفنا في اغلب تليفونات الفئه المتوسطه العام فايت، 33 واط. والكاميرا اللي بان ليا ناقصه فيها عدسه الترا وايد، الكاميرا اللي محطوطه في ريلمي 10 جوج ديال العدسات، الاساسيه بدقه ديال 50 ميجا بيكسل وعدسه ثانويه للعمق بجوج ميجا بيكسل، ما فيهش الالترا وايد. ومطبيعه الحال هذا المعالج هذا اللي هو الهيليو جي 99 ما كيدعمش التصوير بدقه ديال 4K حدو 1080 مع 30 اطار في الثانيه. هذا هما المواصفات الاساسيه ديال هذا التليفون. هذا ما كيدعمش صوت ستيريو، ما فيهش سماعات ستيريو. الثمن اللي كنتوقع يدخل به التليفون هذا للسوق المغربي ما بين 2300 درهم 2400 درهم، هذا هو الثمن المتوقع ليه يدخل به السوق المغربي. اعطوني الراي ديالكم نتوما. ندوزو للريلمي 10 برو، البرو اللي كيجينا بنفس الشاشه اللي شفنا في الريلمي 9 برو العام فايت، شاشه من نوع اي بي اس ال سي دي، ماشي اموليد ولا سوبر اموليد، غير هي كدعم معدل تحديث 120 هرتز بطبيعه الحال فول اتش دي. البروسيسور اللي محطوط فيه هو نفس البروسيسور او نفس المعالج اللي تحط في الريلمي 9 برو او لا ريلمي 9 برو العام فايت، اللي هو من كوالكوم سناب دراجون 695 5G. لحد الساعه ما كاينش شي تغيير بين هذا التليفون هذا اللي هو ريلمي 10 برو والنسخه السابقه ريلمي 9 برو. تغيير كاين في الكاميرات، العدسه الاساسيه اللي حطوا في هذا التليفون هذا بسنسور بدقه ديال 108 ميجا بيكسل، ولكن حتى هو تيفتقد الالترا وايد، ما حطوش فيه عدسه الترا وايد، فقط عدسه اساسيه 108 ميجا بيكسل وعدسه ثانويه 2 ميجا بيكسل للعمق. وبالنسبه للبطاريه حتى هو كيجي بنفس السعه 5000 ملي امبير ونفس سرعه الشحن 33 واط. هاد النقطه هادي غادي تفوق فيها لا سيري ديال ريدمي نوت 12. دابا نشوفوا المواصفات ديالهم ولا التمنيات تاعهم اللي متوقعين. وريلمي 10 برو كيتوفر على سماعات ستيريو ماشي بحال ريلمي 10 النسخه العاديه. بالنسبه للثمن اللي كنتوقع غادي يدخل به ريلمي 10 برو، كنظن غيكون في الفئه السعريه ديال 3000 درهم كما شفنا 9 برو العام الفايت. نجيو لريلمي 10 برو بلس اللي في الغالب غادي يدخل فوق 4000 درهم بحال العام الفايت. اول فرق كاين بين البرو بلس مع البرو هو الشاشه، الشاشه اللي في البرو بلس من نوع اموليد 120 هرتز كدعم اتش دي ار 10 بلس، والمعالج اللي فيه حتى هو مختلف على البرو، حطوا فيه معالج من الميديا تيك اللي هو دايمنسيتي 1080 اللي كيجينا بمعماريه تصنيع 6 نانومتر، حطوا فيه نفس السنسور في الكاميرا، العدسه الاساسيه بدقه ديال 108 ميجا بيكسل، والباتري بالسعه المعروفه 5000 ملي امبير، ولكن سرعه الشحن كتختلف بالمقارنه مع البرو، كيجينا بشحن سريع بقوه ديال 67 واط. انا كنحاول نعطيكم غير المواصفات الاساسيه، ما كندخلش في التفاصيل لان بغينا نهضروا على 6 ديال التليفونات، الا بغينا نعطيو التفاصيل غادي نوصلوا للفيديو 20 دقيقه ولا 30 دقيقه، كنحاول نجيب الفيديو قل من 10 دقائق باش ما نطولش عليكم. نزيدو دابا سيدي لا سيري ديال ريدمي نوت 12. بالنسبه للساعه اللي في يدي الا يسولني شي واحد في شي كومونتير لتحت يقول لي اش مساعه في يديك، فهذه ايبوغا الترا يلا دخلت للسوق، انا كنتيستي فيها وان شاء الله غادي نشارك معكم المراجعه ديالها قريب. هذه في حاله جاك الفضول وبغيت تعرف اش مساعه في يدي، غادي نشارك معكم الجديد. كما قلت لكم نهضروا دابا على لا سيري ديال ريدمي نوت 12. نبدا لكم بالنوت 12 العادي النسخه العاديه، وندوزو للبرو وندوزو للبرو بلس.
بالنسبة للنوت 12، ريدمي نوت 12 اللي كان توقع غادي يدخل بنفس الثمن ديال ريلمي 10، هادي حيت منافسين بجوج اكيد غادي يدخلوا في نفس الثمن ولا يكونوا مختلفين بواحد 100 درهم هكاك، غادي يدخل الثمن ديالو حتى هو بديك 2300 درهم 2400 درهم. ريدمي نوت 12 كيجي بمواصفات مختلفين على النسخه السابقه العام فايت حسب ما شفت. اول حاجه معالج مختلف، كيجينا بمعالج من كوالكوم واللي هو سناب دراغون 4 جين 1. من طبيعه الحال هذه المواصفات هذه ديال النسخه الجلوبال او النسخه الصينيه، يعني السوق المغربي ممكن يدخل بهذه المواصفات هذه، ممكن يدخل بمواصفات اخرين كما شفنا العام فايت النسخه الصينيه والنسخه الجلوبال بمواصفات، والسوق المغربي يدخلوا ليه مواصفات اخرين. ما عليناش. حاجه اخرى، الشاشه اللي محطوطه في ريدمي نوت 12 شاشه اللي كتبان ليا مخيره، شاشه اموليد وكتدعم معدل تحديث 120 هرتز، وحتى السطع ديالها عالي كيوصل ل 1200 نيت. بالنسبه للكاميرا فتا هو ما فيهش الالترا وايد، حطوا فيه فقط جوج ديال العدسات، العدسه الاساسيه بدقه ديال 48 ميجا بكسل، وعدسه ثانيه بدقه ديال 2 ميجا بكسل العمق. بالنسبه للبطاريه حتى هي كتجي بنفس السعه المعروفه 5000 ملي امبير، ونفس سرعه الشحن ديال ريدمي نوت 11 العام فايت 33 واط. ندوزو للبرو من هذا التليفون، هذا ريدمي نوت 12 برو اللي كنتوقع الثمن ديالو غادي يكون بنفس الثمن ديال ريدمي نوت 12 اولا ريدمي نوت 11 برو العام فايت، غادي يدخل ب 3000 درهم اولا 3200 درهم في هذه الحدود. هذا ريدمي نوت 12 برو كيجي بشاشه اللي واعره صراحه، شاشه اوليد 120 هرتز كتدعم خاصيه ديلبي فيجن، كتدعم اتش دي ار 10 بلس. هذا ما يخص الشاشه. بالنسبه للمعالج فحطوا فيه حتى هو معالج من الميدياتيك اللي هو دائما ستيل 1080. بالنسبه للكاميرا فهو كيتوفر على ثلاثه ديال العدسات، العدسه الاساسيه بدقه ديال 50 ميجا بكسل، كيتوفر على عدسه الترا وايد بدقه ديال 8 ميجا بكسل، وعدسه ثالثه او عدسه ثانويه للعمق ب 2 ميجا بكسل. بالنسبه للباتري او للبطاريه نفس السعه المعروفه 5000 ملي امبير، غير هو حتى هو كيدعم شحن سريع مخير اللي هو 67 واط. ندوزو للبرو بلس من هاد لا سيري، هذا شاومي ريدمي نوت 12 برو بلس. هاد التليفون هذا كيجينا اول حاجه بنفس الشاشه اللي كاينه في البرو، شاشه من نوع اوليد 120 هرتز ديال بي فيجن اتش دي ار 10 بلس، وحتى المعالج نفس المعالج اللي متوفر في ريدمي نوت 12 برو هو اللي متوفر في ريدمي نوت 12 برو بلس، دايما سيتي 1080 من الميدياتيك. الاختلاف فين كاين؟ كاين في الكاميرا، هذا اول اختلاف. والاختلاف الثاني كاين في السرعه ديال الشحن، دابا نهضروا عليه. الاختلاف الاول كما قلت لكم في الكاميرات، العدسه الاساسيه في التليفون هذا اللي هو ريدمي نوت 12 برو بلس كتجينا بعدسه اساسيه او بسنسور بدقه ديال 200 ميجا بكسل، رقم اللي مخيف ياك. اول مره انا كنظن كنشوف تليفون في الفئه المتوسطه بهذا الرقم هذا 200 ميجا بكسل. من طبيعه الحال كيتوفر على عدسه الترا وايد بدقه ديال 8 ميجا بكسل، الفيديو تاعو فيه امكانيات تصوير بدقه ديال 4K 30 اطار في الثانيه، لانه نفس المعالج دائما ستيل 1080 كيدعم تصوير فيديو بدقه ديال 4K. والاختلاف الاخر كما قلت لكم بينه وبين البرو اللي ماشي بلس في البطاريه اولا في سرعه الشحن، اما البطاريه السعه ديالها راه بحال 5000 ملي امبير، ولكن سرعه الشحن في البرو بلس كتوصل 120 واط. السرعه ديال الشحن 120 واط اللي غادي تشارجي لكم التليفون من 0% ل 100% فواحد 19 دقيقه 20 دقيقه، سرعه اللي صاروخيه صراحه. كنظن بلي سرعه الشحن ولات مهمه دابا في التليفونات، ولا بزاف ديال الناس كيشوفها معيار منين كيبغي يشري تليفون جديد، لان كلشي مزروب دابا والوقت كيلعب عامل كبير. هادو هما التليفونات اللي كما قلت لكم كنتظرهم يدخلوا في 2022 او 2023 دخت. بالنسبه للوقت او التاريخ المتوقع يدخلوا فيها التليفونات هذا، فبالنسبه لا سيري ديال ريدمي نوت فهي الاولى كنظن غادي تدخل السوق المغربي، غالبا غتدخل في شهر 2 شهر 3. وبالنسبه للريلمي لا سيري ريلمي 10 فهي في الغالب كتكون منوره ما كينزل لا سيري ريدمي نوت 12 للسوق، كتنزل من وراه بواحد شهر شهرين شهر ونص على حساب، يعني في داك الشهر 14 5 بحال هكا غادي نشوفوها في السوق. الا ما كانوا شي مفاجات هذا العام هذه وشفنا ريلمي سبقات للسوق المغربي، عرضات التليفونات ديالها في السوق المغربي قبل لا سيري ديال نوت 12 على عين. هادشي اللي كاين منين يدخلوا التليفونات للسوق، فاكيد ان شاء الله غادي نجيبهم ونجربهم ونشارك معكم المراجعه ديالهم. فإلا ما مشتركين اشتركوا وفعلوا الجرس باش ديما توصلوا الجديد. الا كتشوفوني في فيسبوك ديروا متابعه. نتمنى ما نكونش طولت عليكم الفيديو، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. في امان الله.